كانت اول مره بصراحه ان انا اشتغل على ورق بردي، فالموضوع كان غريب، كان تحدي لسه عايزه افهمه وعايزه اشوف هشتغل عليه ازاي، هل طريقتي هتنفع طريقتي مش هتنفع. فدي كانت هي التجربه بقى. احنا تقريبا ما بقيناش نشوف المراه المصريه اللي ماسكه بلاص، فبالتالي بنشوف نوع تاني مراه مختلف. ده نوع مراه جديد مودرن متطور مناسب للحياه بتاعتنا، او مش مناسب يعني، هو فرض علينا في الحياه الجديده دي. فده نوع المراه اللي احنا بنشوفه. الهدف من المعرض ان احنا نوصل ل الجمهور المصري اللي عايش بره او عايش في امريكا بالذات، اللي مش قادر يجي مصر يشوف الحركه الفنيه التشكيليه دلوقتي، وبالذات الشباب. عايزين نقول لهم انه احنا موجودين، في طاقات كبيره قوي وهايله، عددنا كبير جدا، بس مستنيين فرصه العرض اكبر، التوسع بره مصر، وفي نفس الوقت نوصل لهم فكره انه الحياه المعاصره في مصر عامله ازاي، احنا بنفكر ازاي.